الدارين بالبيرق الغالي تاريخك الزهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال من اول وتالي شتاتنا بسنين امجاد تتعطر كانت لهم وقفات سيرة بها نفخر صغر لنا مورود من اجمل العادات من البحر والغوص ولا اسلوم البار ركبوا البحر بعزوم أقوى من الأمواج ما هاب غدر اليوم انهاج وما هاج غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبار حصدوا لنا دانات تتلى لكنها سراج وجيتهم في البار وجيتهم في البار الشجعان فرسان لعبيا ولطويس وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ قد من فعلهم شان أهل البحر أهل البحر فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحر أهل البحر فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يلقى الطيب ومن جود طيبتنا يتعطر الاحزان يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الاحزان يا سار يا محلى تزيني في العالي في العالي وطن وسمها الخير ما غيرها نوالي علي بسم البحرين عز وشموخ ومجد وقولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي مساكم الله بالخير حلقة جديدة وأسئلة متنوعة نطل فيها عليكم مشاهدين في برنامج السارية مجهزين لكم فقرات ومحاور متعددة مثل ما عودناكم كل يوم
إن شاء الله تكونون معانا جاهزين مثل ما إحنا جاهزين لاستقبال مكالماتكم اليوم. ما شاء الله الهوى هوا اليوم وايد. مساء الخير نايلة، شلونك؟ الله يسلمك، مساك الله بالنور والسرور يا حسن. الهوى شمال، ما شاء الله. إيه الهوى شمال اليوم، وأكيد مساء جميل نتمنى لكل اللي ينتظروننا ويتابعونا يوميا على شاشة تلفزيون البحرين. جوائز عديدة تنتظركم يوميا وفالكم الفوز يا رب. بس قبل أن نبتدي الاتصالات، أكيد بداية حابين نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضاً الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة باتلكو على دعمهم لهذا البرنامج طيلة هالشهر الفضيل يا حسن. أكيد نعم، دعم كبير يخلينا نستمر إن شاء الله بإذن الله طول رمضان وثلاثة أيام العيد. طبعاً مثل ما تتعرفون كالعادة أنا ونيل نكون معاكم وأم هلال. لحظة بعد بتقولين لي اليوم أم هلال وين؟ في العريش. في العريش. خلاص يازت لها، قعدت نسوان الفريج. إيه خلاص تعرفون طبعا وين أم هلال، نشوفها في العريش مع نسوان الفريج وراجعين. الله يمسيكم بالخير يا جماعة الخير، يعطيكم الصحة والعافية. يا مرحبا، الله يحييكم أكثر. أنا ما قدرت صراحة، أنا بعد متوني أتري طريقك. إيه لا ما قدرت، قلت له بد إن أنا أروح وأطلع على أخوياتي وأشوفهم وش عندهم وش هست. يا هلا من نعمة. يا هلا يا مرحبا، الله يحييك. يوم يا حبيبتي عندنا شلوني ما شاء الله. أيوة عندنا المحمد، الله أكبر. عندنا الصوفي مقلي، الله. عندنا الله يسلمك بعد هم المطفي، الله. يا سلام، هذه قبقتنا إن شاء الله الليلة. أي نعم، هاي قبقتنا. سلام عليكم. ما أقدر ما أمر عليكم. الله يسلمك، عين الحوف وعين فروش. سلمت، الله يحييكم يعطيكم العافية يا جماعة الخير. الله الله على المحمر، الله. عدو مطفي، مطفي بس ادواو على الله شفاء. نعم والله على الله شفاء. اي والله والمقلي هاي طه، هذه طبخ الاول وهذه عدل الاول. اي ان المحمر مو بس مع مقلي، لا المطفي يربط ربط. اي ربطه يكون مكان ما تشتهين موجود. اي صلت على النبي، الله يعطيكم الصحه والعافيه. ويعطيك حبيبتي ويسلمك ويخليك. ذكرتونا ورديتونا على ايام زمان. اي نعم اي نعم. يا سلام، تمنيت الزمن يروح ترجع. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. يعني ما شاء الله نيل اليوم محمر وصافي. ولاحظة ترى أمس أسئلتنا كانت عن السمك، فصار خاطرنا في سمك، وفعلا اليوم جهزونا نسوان الفريج السمك. ما قص لا اليوم طباخ البحرين هذه بعد ما فوقه فوق. أكيد طبعا معروف أن البحرينيين مشهورين بالسمك الصافي. ايه ومشهورين بالمحمر. عاد أنا الصافي البحريني غرام إذا تبين طبعا صراحة، ما يعني نستغني بالنسبة عنه. لي أنا أحلى سمك ونوع صافي، ما نستغني عنه. ايه كلنا البحرينيين نفس الشيء. أكيد طبعا نيلة، طبعا نرجع نذكر الناس شلون راح تكون طريقة المسابقة. مثل ما شفتوا طيلة الأيام اللي طافت ثلاثة أيام، وإحنا نعرض لكم طريقة الأسئلة. ثلاثة أسئلة تنطرح على كل متسابق يشترك معنا، كل سؤال بمبلغ مادي ولكن في وقت معين. سؤال الأولي بيكون بمئة دينار وعندكم 30 ثانية علشان تجاوبون على السؤال. السؤال الثاني ب300 دينار والإجابة على السؤال لازم تكون أيضا في 30 ثانية. أما السؤال الثالث بتكون ب500 دينار، أغلب الأوقات ما تكون في وسيلة مساعدة ب20 ثانية، وكل الجوائز النقدية مقدمة من شركة باتلكو للاتصالات. طبعا أكيد حسن قلنا من قبل أن كل متصل تفتر له الديرة، أم هلال تفر لكم الديرة، وعشان نعرفكم على هالديرة هي بوصلة كانوا يستدلون فيها أنه واخذة قبل أيام الغوص. طبعا الاتجاهات فيها 32 اتجاه، احنا خذنا منهم 4 اتجاهات. هم الاتجاهات الأساسية الياها هي الشمال، القطب هي الجنوب، المطلع هي الشرق، والمغيب هي الغرب.
طبعا هذه الديرة هي اللي راح تحدد لكم اتجاه الأسئلة أو اتجاه المحور اللي راح نطرح فيه الأسئلة. يعني ما شاء الله نيلة حتى أغلب المتصلين الحين صاروا يعرفون من تسألينها ما طلع وين مغيب وين على طول يجاوبك. وهذا احنا كنا بنوثق هذه المصطلحات اللي كانوا يستخدمونها في البحر قبل عشان يدلون على المكان من خلال هالمصطلحات. والحمد لله مشت مع الناس وحفظوها. الحمد لله احنا هذه اهم شيء عندنا نرسخ عندكم هذه المعلومات. مشاهدينا للمشاركه في مسابقتنا يتطلب منكم الدخول للموقع الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه، تسجلون في بياناتكم من الاسم الكامل ورقم الموبايل والرقم الشخصي، وباذن الله بتكونون مشاركين ويانا وبنتصل فيكم باذن الله الكل يكون فايز معنا. اما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة، وراجعين لكم مع سؤال المسابقة إن شاء الله. الخليفي بدا زين المثايل، هيضه نوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله حمايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا حابين نذكر الفائزين في المسابقة أن استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي. حسن كنا نور للاستديو؟ لا طبعا أكيد نور، ونور بوجود الورد ونور هالمكان ونور هالقرية. أم هلال مساء الخير. سلمت، حيا الله مساك. يا هلا وغلا، نورتنا اليوم. شو هاللون الجميل؟ كل يوم تفاجئينا بالالوان الحلوه، لان انتم عيونكم حلوه. yeah. عاد عيوننا تشوف الزين، وانت انت زين كله، بس نيبك شوي ريلك خذت على العريشه زياد. مالي بود. اي اي والله. واليوم بعد طبعا الصافي والمحمر، هذا هو. تدرون صافي البحرين ما عليه صافي. إيه. الله اكبر، لن تحشى وانقلع. يدورون ادواره ها، كل شيء عندنا زين. يا سلام. كل اسمك في بحرنا له طعم وله ذوق. يا سلام. ويا سلام بعد اذا يطفق المحمر يصير طعمها احلى واحلى. لا هون يا يبوك. لا لا انتم كذي ظاهر بتحمسونا حق الغبقه من الحين. ترى ورانا اتصالات، ورانا ناس بتشترك معنا. ايش رايكم ناخذ اول اتصال معنا اليوم؟ يلا في الساري نقول له مساء الخير. لين؟ إيه معاكم. مساء الخير. مساء النور. مبارك عليك الشهر لين. علينا وعليكم يا رب. جاهز ان شاء الله حق المسابقه؟ ان شاء الله. نروح على طول عند ام هلال والديره معاها. ما دامت جاهزه يا لين نشوف الديره وين بترسيك. نشوف الديره يا لين وين. مغيب لين. نعم نعم الله عليك. وقفت عندك الديره في مغيب، تعرفين المغيب وين؟ الغرب. الغرب وانت الصح. لا صرتوا مركزين، عجبتوني الصراحه. ان شاء الله اسئلتك بعد تكون حلوه نفس المغيب. اسئلتك راح تكون عن البحر، بس قبل لا اسئلك السؤال الاول، ايش رايك نشوف فيديو حق ناخذه عبد الله من عن السفينه الطويله واحنا راجعين؟ الطويله حق الخليفه ترى مو عندهم الطويلة، عندهم لنجوت وايد بعد، عندهم الحمرة، الحمرة اللي الحين موجودة، بس الطويلة أحلى وأكبر
الجابوت الطويلة ما مش مثلها محمل يعني سووا مثلها، وهاي صناعة بحرينية حتى اللي نشوفوها يقولوا هاي هم جالبوت، هاي منوار من حالاتها يعني، وكانت يعني طويل على اسمها الطويلة لها دقلين، دقل العود وفيها غلمي، وعزوا الناس يبون يسوون مثلها مثل صباتها ما سووا ترى ياي قبان منوار يسمونها من حالاتها. لين نعم نعم الله عليك. طبعا ذكر انه خذ عبد الله في حديثه عن السفينه الطويله وقال كانها منور. ايه كانها منور، كانها منور. حلو، سؤالك يقول ما هو المنور؟ هذا السؤال، ما هو المنور؟ اعطيك خيارات. اوكي، البارجه الحربيه ولا السفينه السريعه ولا السفينه الضخمه؟ البارجة الحربية ولا السفينة السريعة ولا السفينة الضخمة؟ عندك 30 ثانية. السفينة الضخمة. 30 ثانية أرد وأقول لك، البارجة الحربية، السفينة السريعة ولا السفينة الضخمة؟ إيه الحرب. قولي يلين. أثبت لك البارجة الحربية. إيه ثبت البارجة الحربية. حقلين ألف مبروك، البارجة الحربية فعلا. طبعا منور هي كلمة بحرينية قديمة نطلقها على السفينة الحربية المصنوعة من الحديد. هذه 100 دينار من بتلكو يا لين، عليك بالعافية. مبروك عليك لين ال 100 دينار، بس أكيد بتكملين معاي لأنه ما في خسارة إن شاء الله لين. نواصل؟ نواصل. السؤال الثاني بعد في البحر يا لين. أوكي. سمعت انت التقرير وشفتي هذا التقرير الجميل صح؟ صح. سؤال الحين، من اللي امر ببناء الطويلة؟ الخيارات عندك، هل هو الشيخ احمد الفاتح، الشيخ عبد الله بن احمد، او الشيخ سلمان بن احمد؟ ثلاث خيارات ويبتدي معاك الوقت 30 ثانية. ها، من اللي امر ببناء الطويلة؟ ها يمه، هل هو الشيخ احمد الفاتح، شيخ عبد الله بن احمد، او أحمد الشيخ سلمان بن احمد؟ عاد انت اختار الوسط، خير الامور الوسط. الوسط شيخ عبد الله بن احمد. نثبت 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 على الشيخ عبد الله بن احمد يا سلام عليك. يا سلام، مبروك عليك لين، 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو. السؤال الحين، بتواصل ولا لا؟ اي نعم واصله يا حبيبتي، وان شاء الله تاخذين ال 500 باذن الله. ان شاء الله بوصل. ايه السؤال عندي. اي نعم، ما هو نوع السفينه؟ سفينه الطويله. اي نوعها، شنو نوعها؟ شنو نوعها؟ حربيه. ها، اب اسمها يعني اسم مال من انواع الحيوانات. بغاء. 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 لا بغاء. بغاليه. ايوه لبغلا. صح. صح 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 يا لين. ولك 500 دينار يا لين. مبروك لين، عليك ال 500 دينار من شركه بتلكو. نوع الطويل لبغلا. تثبتت المعلومه لين؟ تثبتت. مبروك عليك ال 500، الف مبروك. مبروك يا لين. ام هلال ما شاء الله في المساعدات تجيبين المصطلحات كذي وكانه ما تدرين. لازم. اي لا صدق يستاهلون الناس. شيئا لم يكن. نواصل معاكم اكيد طبعا بالاتصالات، نقول الو مساء الخير. الو مرحبا. طبعا المشاركه باسم خليفه، معنا ام خليفه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، شلونك ام خليفة؟ بارك عليكم الشهر، الله يطول عمرك. عليك الغالية، شلون رمضانك؟ الحمد لله، الله يطول عمركم. شلون البرنامج معك؟ بخير ونعمة.
والله الحمد لله صراحه بيض الله وجهكم والله. وجهك ابيض الغاليه. ام خليفه الظاهر انه جاز ان شاء الله ننتقل حق ام هلال العزيزه وتكون الديره عندها. ان شاء الله ما دام انك جاهزه يا ام خليفه. حي الله حي الله ام هلال شلونك حبيبتي؟ الله يحييك ويبجيك. طول عمرك يا الله يا ام خليفه أسلم. بدت الديره معاك بنشوف وين بترسي الديره. توكلنا على الله. توكلنا على الله بسم الله والبدايه خير ان شاء الله. ان شاء الله. الياه وين الياه ام خليفه؟ تعرفين وين الياه؟ لا. يا ام خليفه شنو؟ متابعتنا شكلك من اول يوم. شمال. صح. برافو. ما شاء الله عليك. السؤال الأول بيكون عن الألغاز الشعبية. ما شاء الله. السؤال الأول هالمرة مو عندي. دام في ألغاز شعبية بنروح على طول عند أم هلال تتلقاك إن شاء الله بالخير. الله الله خير يا أم هلال. إن شاء الله. السؤال يقول إحنا سبعة في البحرين وثلاثة في مصر وأربعة في عمان. من احنا؟ سبعة احنا سبعة في البحرينية البحر حسبيها يا ام خليفة الحروف. ايوه احسنتي الحروف. الحروف 100 دينار من شركة بتلكو وانتي رابحة. طول عمرك طول عمرك يا ام خليفة. 100 دينار ضمنتيها نواصل الحمد لله توفى الله نواصل ام خليفة. هم في الالغاز اتوقع خفيف ان شاء الله. ان شاء الله. يلا السؤال الثاني معاك يا ام خليفه مثل ما قلنا في الالغاز. اللغز يقول قاضي ويحكم بالعدل وفوق العدل احسان صورته في المحكمه ونشوفه في الدكان. من هو؟ الميزان. يا سلام عليك ثبت الميزان. ثبت الميزان يا ام خليفه من غير حتى ما الوقت يبتدي. الف مبروك عليك ال 300 من شركه بتلكو. عساها دوم هالضحكه يا ام خليفه. امين يا رب يلا يسعدكم يا رب. بنواصل ان شاء الله توكل على الله. ساعدونا اكيد تامرين امر ام خليفه. هلا. سؤالك ما زلنا في الالغاز الشعبيه وانا متاكده ان راح تعرفين الجواب وفالك ال 500 دينار ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ايش قولت يا ام هلال؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اي باذن الله. سؤالك يقول شنو الشيء اللي عينه وسط بطنه ويطحن طحنه ولا ينعرف رطنه؟ الرحى. الرحى. ثبت الف مبروك يا ام خليفه. هذه 500 دينار مقدمه من شركه بتلكو تستاهلين. الله يخليك الله يسلمك حبيبي. مبروك يا ام خليفه. يا ام خليفه ان شاء الله ان شاء الله كل المتصلين نفس ام خليفه ان شاء الله يقويك. شوفوا يا جماعه انتم لما تفوزون كان احنا اللي فايزين نستانس لكم. الله يخليك الكل يفرح في المكان. اي والله مبروك ام خليفه. مبروك يا ام خليفه. مشاهدينا خلونا نشوف معاكم لقطات مباشره من العريش. طبعا هاي الطباخ راح يكون جاهز حق غبقتنا الليله. يعطيهم الصحه والعافيه. نشوف لقطات وراجعين. الله على الجو اليوم يا ام هلال ونيله والله على الروايح الطيبه اللي قاعدين من العريش. هذه المشكله الروايح الطيبه. الروايح الطيبه. أيه يا والله دي... الهواء. أيه الهواء مو شيء ما شاء الله. لكن انت من قلت الروايح الطيبه ترى يبه الهواء. يا سلام عليك ام هلال. ايش رايك الحين ناخذ اتصال ثاني بعد؟
شاء الله. نقول حق المتسابق الجاي مرحبا ومساء الخير. السلام عليكم. مساء عليكم النور. السلام، شلونك؟ الحمد لله بخير. من معنا؟ أمينة سولم. أمينة يعطيك العافية، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. أمينة جاهزة حق المسابقة إن شاء الله؟ نعم. أكيد نروح حق أم هلال الغالية ونشوف وين الديرة بتودينا. أمينة جاهزة نشوف الديرة وين بترسيك؟ إن شاء الله. نشوف الديرة وين بترسيك يا أمينة. الياه أمينة، الياه وين؟ أم خليفة قالتها قبلك. شرق. عليكم السلام. الياه شمال. شمال. يا سلام عليك أمينة. سؤالك بيكون عن العمارة القديمة، جاهزة معاي؟ نعم. يا سلام. نشوف أمينة يقول لك تتميز بعض البيوت الكبيرة في بعض الفرجان بوجود برج في المبنى، وظيفة هذا البرج أنه يدخل الهواء داخل البيت. سؤالني يقول شنو اسم هذا البرج؟ شنو اسم هذا البرج؟ اي نعم. ها سؤالي هو شنو اسم هذا البرج؟ بيكون عندك الأول يمام الأول. لا اسمين، في اسم قديم بعد كانوا يقولونه. اي برج باب الباد قلت لك ايوه صح البادقير. ايه؟ مثبت على البادقير. ايه؟ مبروك عليك 100 دينار مقدمه من شركه تلكو. ايه؟ وامينه جدير. على فكره قبل كانوا يسمونه صفق الهوى، هذه بعد معلومه لك. امينه. نعم. نعم الله عليك، الف مبروك ل 100 دينار باذن الله مواصلين. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك فيك. إن شاء الله مواصلين. يقول لك سؤالك الثاني، الأوليين كانوا يستغلون المستراح اللي فوق الدري في بعض البيوت عشان يسوون غرفة صغيرة كذي، يستعملونها في أغلب الأحيان مثل المخزن أو يستعملونها مخزن. حلو؟ إي نعم حلو. شي يسمون هذه الغرفة؟ شي يسمونها فوق الدري كذي على المستراح، يسوون غرفة صغيرة ويستخدمونها مخزن، شي يسمونها؟ الصابق؟ لا لا، بحرف الكاء. حرف الكاء. ايه الكنجية. مثبت الكنجية. ألف مبروك يا أمينة، 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. مترددة كانت أمينة. ها شوي بس شو قلتيها؟ الكنجية. أمينة. نعم. كنا معلوماتك زينة ولا في حد قاعد يمك قاعد يعلمك؟ لا الحمد لله معلوماتي أوكي. معلوماتك زينة. الظاهر. إيه. نواصل أمينة. إي نعم. يا سلام، سؤالك بيكون 500 دينار إن شاء الله قيمته. إن شاء الله. يلا نواصل السؤال الجاي مع أمينة، وأتمنى إن شاء الله تفوزين بالخمسين. صعب. لا لا إن شاء الله بتفوز بالخمسمية بإذن الله. إن شاء الله. أمينة يقول لك في العمارة البحرينية القديمة نلاحظ قبل إن في بين بنايتين في ممر مسقف يحطون فيه كراسي ويعتبرون بعض الرجال مثل الميلس، ويسمون هالممر ساعات باسم صاحب البيت. الحين السؤال شنو يسمون ذي الممر؟ هي مساعة قالته. هي قالته؟ إيه. تعرفين اسم الممر؟ طابق. يا سلام. إيه نثبت. ايه نثبت. اي صح. مبروك صح. عليك امينه 500 دينار، معلوماتك تمام وزينه. طبعا هذه المعلومه مثل ما قلنا لك امينه ان هذا الممر قبل يسمونه الصابط، حتى في كثير بيوت مثلا في الميالس في محرق يقولون صابط الجلاهمه، عرفتي قصدي؟ هذه كمثال. فكان يسمى باسم صاحب البيت او المكان. مبروك عليك ال 500. الله يبارك في حياتكم. اشكركم. تستاهلينها تستاهلينها. تستاهلين يا امينه. الف مبروك لك. والحين مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير وسريع وراجعين من بعده مع مسابقه الساريه، خلكم قريب ولا تبتعدون. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف،
والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم من بعد الفاصل، وسمحوا لي أن أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم لهذا البرنامج. أكيد طبعا. أما الحين مشاهدينا خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات، من بعدها بنتواصل معاكم نشوف طريقة المشاركة وراجعين لكم. الخليفي بدا زين المثايل، هيا راق النوض بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله حمايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. طبعا مشاهدينا هذه كان سؤال مسابقة السيارة، وأكيد راح يستمر معكم السؤال لنهاية أسبوع ليوم الجمعة اللي بنسحب فيه إن شاء الله على السيارة. كل اللي عليكم أنكم تعرفون من هو الشاعر اللي ذكر هذه الأبيات وقالها. مشاهدينا حابين نذكر الفائزين في المسابقة أن السلام الجواز إن شاء الله راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، عندهم إن شاء الله كل بيانات الفائزين، بيتواصلون معاكم بيسلموكم الجوائز أكيد. طبعا على ما أنت تخلص قهوتك لأن أنا خلصتها بطولها شوي. إيش رأيك ناخذ متصل؟ ألو ألو، السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، مبارك عليك الشهر ليث. علينا وعليكم. إيه نعم، يا هلا فيك يا ليث، شلونك وشلون رمضان معاك؟ الحمد لله الحمد لله، كل شيء تمام. عليكم الشهر جميعا. علينا وعليك ان شاء الله. ليث شلون شفت المسابقات؟ ان شاء الله الاسئله حلوه وسهله. لا والله بالعكس، يعني الواحد يستفيد، يعني يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك ان شاء الله. الحمد لله، جاهز حق المسابقه ان شاء الله؟ والله انا مو بكلش احتاج مساعدتكم يعني. ان شاء الله ان شاء الله مهلال موجوده، بس خلينا نبتدي في الديره. ما دام انك جاهز نشوف الديره وين بترسيك. يلا نشوف الديره يا ليث. في المغيب يا ليث، وين المغيب يا ليث؟ المغيب الغرب. المغيب الغرب، وانت الصح، لكن مو ذي سؤالك. سؤالك ان شاء الله بيكون عن النباتات الصحراوية. راح نعرض لك صورة، خلينا نشوف الصورة على الشاشة. طبعا هذه الصورة اللي تشوفها هي نبات طبي ما ينأكل، ينبت عندنا للشيرة، لها ريحة عطرة، يستخدمونها في الطب التقليدي كمضاد للترجيع والسعال واضطرابات الجهاز الهضمي. شفت الصورة ليث؟ شفت الصورة. هذه سؤالك، شو يسمون هذه النبات؟ أعطيك خيارات؟ اي والله ياري. يسمونه صخبر، شعير، ولا زعتر؟ لا هذه مو بزعتر. هذه مو بزعتر، حلو، شلنا واحد، باقي لك صخبر ولا شعير؟ لا ما له شغل في الشعير ذي بعد. ما له شغل في الشعير، عايل مثبت الصخبر؟ ايه صخبر. مثبت الصخبر يا ليث. الحمد لله. وجوابك صحيح، مبروك عليك ال 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. مبروك ليث. ألف مبروك. ليث نواصل غالي.
اي اكيد. يلا يا جماعه اشوف في حماس وهم نواصل. اي لا يواصل ان شاء الله. اكم هلال تقول لك بتواصل بخير ان شاء الله. تسلمين يا ام هلال علشان تاخذ 300 باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله بياخذها. ليث يقول لك في البحرين يقولون في نبات معين كذي له علاقه مع الفقع. وايد ناس لما يروحون الوادي وفي فقع يدورون على ذي النبته. تمام؟ سؤال يقول شنو هي هالنبته؟ عندك ثلاث اختيارات. هل هو القلمان؟ هل هو القلمان؟ او العرعر او الرقروق؟ 30 ثانية بتكون معاك. ممكن تعيد الخيارات معي كمر؟ احنا نبي نعرف النبتة اللي تكون دائما قريبة ولها علاقة مع الفقع. هل هي القلمان او العرعر او الرقروق؟ عندك اختيار واحد والوقت قاعد يداهمك يا ليث. اري شكل العرعر. نثبت لك على العرعر؟ متأكد؟ اي اوكي نمشي. ثبت على العرعر نشوف. للأسف ليث إجابتك خاطئة. أنا أعتذر منك لكن وصلت إلى السؤال الأولي وخذيت 100 دينار وجائزتك طبعا مقدمة من شركة بتلكو. وإن شاء الله إن شاء الله يعني الأيام الجاية بعد تشارك معنا وتكون لك فرصة. طبعا الإجابة هي الرقروق، هي النبتة اللي دائما تكون قريبة من الفقع ولها علاقة مع الفقع. وايد ناس فعلا لما يروحون الوادي يدورون الفقع يدورون على شنو؟ الرقروق. اي نعم. ما يعني قلبت الكلمه. لا بروست. لا ترى انا حاولت يا ام هلال صدقيني حاولت ورديت عت بس هو ما عرف عشان اسوي. مشاهدينا ناخذ اتصال ثاني معاكم نقول الو مرحبا. الو مرحبا. يا هلا ومرحبا من معانا احمد؟ احمد معنا. مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر يا احمد. علينا وعليكم. شلونك وشلون رمضان معاك؟ الحمد لله رب العالمين بخير. الحمد لله رب العالمين. احمد جاهز حق المسابقه ان شاء الله؟ ان شاء الله. عيال نروح حق ام هلال ما دام انك جاهز يا احمد. نشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله. الديره يا ام هلال وين بترسيه؟ وقلتي الهوا شمال وين 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 يا ام هلال؟ قطب. ها ليث تعرف وين قطب؟ وين شمال يعني؟ لا احنا قلنا ليا شمال. ايه؟ قطب وين؟ جنوب. جنوب جنوب جنوب. وجنوبك ام هلال السؤال بيكون عنده. يلا يا ام هلال السؤال عندي. شن هي اشهر عين بحريه في جزيرة المحرق؟ أشهر عين؟ إيه بحرية. بحرية يعني في وسط البحر. ها يلا يا أحمد. إيه ها ما في خيارات صب طبعاً. صب ماهر جوجب جوجب. مهلاً أحمد. ليه لا تقول أحمد؟ أحمد شنو الجواب؟ جاوبت لك ام هلال. ايش قالت؟ عين ام ماهر. جوجب 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 يا يمه وين اذنك؟ ام ماهر ماهر جوجب. احمد هذه وهي قالت لك الاجابه. شلون يا احمد؟ خليك شي مركز معانا بعطيك معلومه. ان شاء الله احمد معلومه عن هالجوجب تحديدا. ذكر الرحالة كريستيان نيبور اللي زار المنطقة سنة 1761 بأن هذا الشوشب يشرب منه معظم أهالي المحرق ويكون قريب من قلعة بوماهر. ها محل خفر السواحل الحين. مركز أحمد؟ الله يخليك. السؤال الثاني عن نايمة. يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تطلع من عندنا وأنت تضحك لأن إحنا ودنا أن أنت تأخذ الجائزة الكبرى 500 بس إن شاء الله مواصلين ل 300 الحين. ما ظني. إن شاء الله إن شاء الله. ركز معاي في السؤال الثاني. إن شاء الله. يقول لك تمتاز جزيرة سترة بوجود الكثير من المزارع. طبعا هاي شيء نعرفه لوفرة المياه والعيون فيها. من ضمنها عين جفت مثل ما غيرها من العيون. شو يسمون هذه العين اللي موجودة في سترة يعني؟ ايه جفت هي.
احنا من ساعة سألنا لغز عليه كان 500 دينار، كان تقريبا نفس الاسم عين وشي يستخدمونه في المطبخ. لو كنت متابعنا من البداية كان بتعرف الجواب. ما في خيارات؟ ما في خيارات، ساعدتك كثر ما اقدر، قلت لك عين وشي يستخدمونه في المطبخ الاول. شفتي ديه سوت 10 ثواني. شفتي يده سوت عين الرحى؟ عين الرحى، ثبت لك الإجابة. عين الرحى، ألف مبروك يا أحمد، هذه 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو. أحمد ركز واللي سلمك. أخذ 300 يا أحمد واسلم عليه، ترى روعي النصيف سولم. توكل على الله. يلا أحمد عيل نكتفي بالثلاثمية؟ نكتفي. يلا عليك بس، عليك عافية. 300 دينار جائزتك مقدمة من شركة باتلكو، تستاهل كل خير يا حبيبي، يعطيك العافية. طبعا مثل ما نعرف ان ديرتنا البحرين تتميز وتشتهر بالماي الحلو، ويعني ديره معروف عنها كل شيء فيها وفير وكل شيء فيها، لكن يعني لدرجه ان احنا في البحرين كنا نورد لبعض الدول هذه الماي الحلو. ايش رايك؟ ايش رايك؟ انا بس نيله بسال ام هلال، لحقتي على هالعيون؟ والله نصها اي ونصها لا. شنو اللي لحقتي عليه؟ يعني لحقت على عين قصوري، لحقت على عين ابو زيدون، لحقت على عين ام السوالي، يا سلام، الحد، ام شعوم بس ما قط رحت لها، الحنينيه عاد لا صبر رفاع، الحنينيه شبعت منها، يا سلام. والبحرين ترى من استوت فيها عيون ما لها عدد. يا سلام، اي ما لها عدد خير، وغير الكواكب اللي في وسط البحر، إيه؟ اللي البحر مالح وهي حلوه. ولحقتي على عين بوزيدان؟ اي، وتصدر ترى، تصدر لبعض الدول المجاوره من كثر العيون، ماي حلو عذب. يا سلام، من الله رباني. يا زين البحرين ويا زين مايها. يا سلام عليه، لا معلومات قيمة ما هلال، الله يخليك يحفظك لنا الصراحة. هذه هي الإضافة الحلوة في البرنامج. طبعا الطباخ مثل ما قلنا من ساعة ريحته وصلنا لي عندنا، والهوى شمال موصلة زيادة. خلونا نشوف مشاهدينا هاللقطات المباشرة من عند العريش وإحنا راجعين. صافي شكله بدا يجهز يا ام هلال ونيل، ومثل ما قلنا الروايح الطيبه موجوده، وغبقتنا اليوم ان شاء الله بتكون بحرينيه بحت من النوع الزين ان شاء الله. والله الود ودي اروح اقعد هناك وياك. احنا للود ودنا نكمل مع الناس يا نيل، خلينا نخلص والاكل ان شاء الله بيوصل عندنا، بنتغبق مع بعض ان شاء الله. نواصل طبعا معاكم مشاهدينا، وبناخذ مكالمه جديده ونقول الو، مساء الخير. مساء النور. مساء الورد، يا هلا من معاي. هلا
معكم أمينة. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك يا رب، رمضان كريم عليك. شلون رمضان معاك أمينة؟ سهالات؟ اي والله سهالات. والأسئلة سهالات؟ لا الأسئلة صعبة. لا عاد أمينة أزعل عليك. لا والله وايد ناس قاعد يجاوبون صح يا أمينة، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بتقدرين تجاوبين إن شاء الله. جاهزة أمينة؟ هلي ركزون يا الله مهلا ساعديني يا حبيبتي. أحن أنت ما دام أنت قلتي جاهزة يا أمينة نشوف يا حبيبتي الديرة وين بترسيك. يا سلام، أنتوا ركزوا بس ركزوا نشوف الديرة يا أمينة وين بترسيك، وعشان أريحك السؤال هم بيكون عند أم هلال إن شاء الله. صحيح. نشوف الديرة وين بترسيج. يا وين الياه أمينة؟ وين الياه أمينة؟ الياه يا أمينة. هلا هلا. وين الياه؟ شمال. يا سلام عليك. بس إيه بعد ما في سؤال على قولتنا هنا. السؤال بيكون إن شاء الله عند أم هلال. نروح حق أم هلال. السؤال يقول شنو السبب في تسمية سوق واقف قديما بذي الاسم؟ اترى اسهل منه وافي. ها سمعي، سوق واقف مسمي روحه شنو؟ سوق واقف مسمي روحه سوق واقف. لانه واقف. لانه واقف. بس انه واقف. لانه واقف. لانه واقف. من اللي واقف؟ من اللي واقف؟ من اللي واقفين؟ من الناس؟ يا أمينة أحسنتي، ومية دينار لك ثبت. البضاعة البضاعة أمينة خلاص والله جاوبتي وحصلتي المية تطمني. شنو سبب تسميته بهالاسم؟ كان سؤال أم هلال لك في مدينة حمد، ترى موجود ها؟ قلنا سوق واقف، يسمونه سوق واقف لأن كانوا البائعين يوقفون ويبيعون وهم واقفين فسموه سوق واقف. وصلت المعلومة أمينة؟ أي وصلت. وصلت. نواصل سؤالنا بعد، بيكون إن شاء الله في الأسواق. إن شاء الله سهل عاد. ما إن شاء الله سهل. شوفي إحنا الحين بنروح نشوف فيديو، ركزي فيه عدل، عقبها بنرجع نسأل. يلا. تعتبر سوق الأربعاء وحتى أواخر خمسينيات القرن العشرين الماضي سوقاً رائجة ومن أهم الأسواق الشعبية في البحرين، واكتسبت هذه السوق التسمية كونها تقام كل يوم أربعاء من كل أسبوع، ويجد فيها من يقصدها كل السلع والحاجيات بأسعار مناسبة. ومن أهم السلع والمنتجات المتداولة في هذه السوق كانت المصنعة محلياً من أوان فخارية وخزفية كجحال الشرب والمزاهر وغيرها. بالإضافة إلى ذلك فقد كان هناك أيضاً المنتوجات النسيجية التي تجلب من قرى البحرين مثل قرية أبو صيبع وبني جمرة بوفرة، كما كانت تعرض في هذه السوق جميع أنواع الطيور والأدوات المصنعة في الخارج من أدوات حادة وأدوات الزينة والتي كانت تجلب عادة من الهند. مع مطلع الستينيات أخذت هذه السوق بالتراجع تدريجيا نظرا للتوسع والتطور العمراني الذي شهدته البحرين بشكل عام والأسواق بشكل خاص من حيث تنوع وحداثة السلع وما طرأ على رغبات الناس من تغيير. وعلى الرغم من ذلك لأن هذه السوق لا تزال قائمة وتنعقد إلى اليوم وتعج بحركة البيع والشراء، لكن ليس كسابق عهدها. أمينة
طبعا مثل ما شفتي معانا الفيديو هذا يمكن صار له أكثر من 35 سنة في ذاك الوطن. ذاك السوق كانوا يبيعون في كل شيء أم هلال صح؟ أوه كل شيء النسوان. النسوان كانوا يبيعون حتى في المكان ويساعدون ريايلهم. يبيعون حتى السمك العوم، يبيعون الخناين، البخور، الدورام. ما شاء الله. كل شيء يبيعونه في الصفار، الجفران. يا سلام. والمهاف. كل شيء يبيعونه كل شيء يعني كانت المرأة البحرينية فعلا من ذاك الوقت توقف حتى مع ريالها في السوق. اي اكيد وتساعد الريال البحريني تسوي الاشياء في البيت وتروح توديها السوق. ذي بغيت اقوله يا سلام. لا لا تقولين امينة. نعم. كان ام هلال بتقول الحين اسم السوق. السؤال يقول من عقب ما شفتي الفيلم يا امينة شنو اسم السوق اللي شفناه في الفيديو مع بعض؟ قلنا هو سوق قديم. سوق الأربعة. أحسنتي. ثبت. سوق الأربعة. سوق الأربعة. هي ثبت. مبروك عليك 300 أمينة فعلا. السوق اسمه سوق الأربعة. طبعا الأسواق الحين تغيرت. بس يا حالات أسواق قبل. وليه الحين إحنا بعد في عندنا أسواق في البحرين لو تروحين اللي إحنا تحسين في الأجواء القديمة اللي إحنا مستمرة فيها. إيه طبعا. أمينة. إيه. نعم. نعم الله عليك بتواصلين حق 500. إذا بتساعدوني بوصل. يا يما يا حبيبة قلبي احنا ودنا عود بس انت بعد اشوى حطيتي بالك لان قال لك انه هو اسمه سوق الاربعاء بس الحمد لله انك كنتي ماخذه بالك. ها بتاخذين 300 ولا تبين تكملين؟ اذا ما جاوبتي على سؤال 500 ترجعين 100 دينار يما. هاي أمينة. ها تأخذين 300 وتوكلين. اي بتوكل بس ما كلام مهلال. بتسمعين كلام مهلال وما بتوصلين. مبروك عليك. مبروك عليك مثل ما تقول مهلال دائما راعي النصيفة. سالم. لا أمين يعني أمينة صراحة خذت منك الجملة الأخيرية. هذه كانت اللي خلاص يعني ما فيها تردد من عقبها. مبروك عليك أمينة 300 دينار على قولة مهلال قالت لك راعي النصيفة سالم الحمد لله. طبعا الحين مشاهدينا بنطلع كذي فاصل صغير من بعدها بنرجع نتواصل معاكم في السارية. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم مشاهدينا. طبعا كل المشاهدين قاعدين يسألوننا وين هالمكان الجميل اللي صحيح. تطلعون منه. طبعا احنا موجودين في القرية التراثية التابعة لوزارة شؤون الإعلام وكل الشكر أكيد لسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام هو القائم الأول على هذا المشروع من بداية تأسيسه. طبعا هذا المشروع نيله مشروع عظيم ينحسب لسعادة الوزير فنقول لك يا أبو محمد كل الشكر لك على هذا الإنجاز الرائع وكل الشكر لك على دعمك اللامحدود لبرنامجنا وكل البرامج اللي قاعد تطل فيها أكيد. شبابنا ومذيعينا على شاشة تلفزيون البحرين. عزت الله ما قصرت يا سعادة الوزير. أي والله. رجعتنا إلى الزمن الجميل وتراثنا اللي ما بعده تراث. أي والله. فعلا يعني كنا ننتظر ترى. أي. كنا ننتظر هالقرية الجميلة. فعلا. أي والله. كل الشكر لسعادة وزيرنا الله يساعده. الله يسلمك. الله طبعا ام هلال يعني انا صدق فعلا لما احنا يعني صارت لنا الفرصه ان احنا مثلنا في مثل هالقريه في مسلسلات قدمها الفنان والمخرج القدير احمد يعقوب المخلف. اليوم لما نشوف هالمكان فعلا رجع وتجدد وصار في مكان مختص فعلا بشؤون الاعلام غير عن الاماكن اللي احنا كنا فيها نحس فعلا بالحنين للماضي. يعني حتى الجيل الصغير من شباب موجودين معانا خلف الكواليس يجون وقاعد يطلعون المكان ومستمتعين
بكل جزء في هذه القرية. طبعا احنا يعني نعرف ان سعادة الوزير يعني عنده اعمال قائمة قادمة باذن الله من هذه القرية وكل الاشياء اللي قاعدين يشتغلون عليها عشان تطلع وتطلع باسم البحرين يعني بالموروث الشعبي مثل ما قلنا. ان شاء الله طالعوا اللقطات الجميلة. شوفوا دي القرية شلون جميلة اللي احنا موجودين فيها مشاهدينا. طبعا يوميا احنا نستمتع واحنا نتمشى بين البيوت والفرجان القديمة. أيوة فودنا ان انتم بعد تكونون معانا وتعرفون وين احنا موجودين. لا كل واحد بيختار لبيت وما لا اخترت انا من اول يوم اخترت. انا صراحة اخترت لي انا اختارت بوكنجية. يا سلام انا من اول يوم قلت لكم انا باخذ بيت النوخذة. بيت النوخذة لا طماعة. خلونا نشوف الحين مشاهدين معاكم العريش شلون نتشابه كلنا اليوم وغبقتنا وراجعين لكم اكيد. مشاهدينا متواصلين معاكم من برنامج الساريه، لكن خلونا نروح ونشوف اعلان مسابقتنا في برنامج الساريه وراجعين لكم باذن الله. الخليفي بدا زين المثايل هيضه نوض براق ينوض بارج في ثقيلات المخايل سامر بالدجا برقه عروض ينثر الغيث من وبله حمايل راسي واني مشيه يروض جعل يسقي لنا ذيك المسايل من بلادي ويروي كل روض دارنا وامنا دار الحمايل كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 88880 تكلفة الرسالة 500 فلس. غبقتنا وصلت يا حسن. غبقتنا وصلت على تفضل الشيخة. شو بتسوي؟ انا اليوم بجدم عنك اقول حق المشاهدين تصبحون على خير. الختام عندك. سويتها فيني. ها نفس سويتها فيك. السلام عليكم. عليكم مشاهدينا قبل الختام نشكر كل الداعمين على برنامج السارية وعلى راسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الاول لهذا البرنامج والى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة باتلكو على دعمهم وتقديم هالبرنامج. نلقاكم من بكره باذن الله الساعة 10:30 الى الساعة 11:30 مع برنامج السارية. مع السلامة. يلا حياك نايلة. حياك. حييك. حياك.